جمد فاك دو بونور وجودها بطريقه حلوه بالوقت هذا المعاصر وبالعكس لازمنا نشجعوا الحاجة هذوما لانهم هذوما اللي يخلقوا كما كنت تحكي توا كما حسان ولا هي ولا سيتا ميلونج وموزايك اللي يخلق ساحة فنية ثرية واللي يخلي العباد الكل تخدم بالعكس العباد قاعدة ما أما الحلو اللي فيه نفع وأنه دم جديد أما فيه أن سيغتان نيفو وفيه أن سيغتان فريشور أن سيغتان بروبرتي زادة مش كيما خاطر مش كل جديد باهي راه فما برشا جديد اللي طلع خاصة بعد الثورة اللي سامحني معناها هو نمط معين هو سي ديفيرون هو نمط يعبر على وجوده بالكلام اللي تقول فيه هي وتعبر على الوضعية اللي موجودة في الوقت هذا وراو الحاجات هذوما بالعكس لازم نشجعوهم ولازم ندزوهم القدام باش يزيدوا ينجحوا اكثر خاطر هذاك عمليه الخلق نتاع نتاع الحاجات هذه نتاع لي شونسون هذوما ولا الموسيقى هذه تخلي دي ريشيرش نصور اللي نفذ الموسيقى هذه واللي كذا معناها اسمع برشا حاجات وخذها منا مش خرجت الاغنيه هذه دونك شنو الرياكسيون نتاع لي زوديتور ولا سمعوا الاغنيه أمل حتى والله بوزيتيف حتى لتوا فرحت برشا اللي العبيد قبلوها حسب الفيسبوك نتاعي بيان سور اي بيان سور هي ديما حاجه جديده راهي ما تاخوش اي لي سورتو ما نعرفش علاش عندنا مشكله مع لوريجين معناتها اون كومبوزيسيون اوريجينال عرفت مثلا كان عاودت اغنيه تونسيه ولا مزود راهي خذات اكثر بالحق العباد يحبوك تعاود يا حاجه تونسيه يا تعمل كوفر نتاع حاجه غربيه موجوده المود هذايا نتاع الكوفر ما فهمتش معناها توا انا كي نغني عمال تزيد الحكايه راهو هما يعملوا غنيات مزينين ويفرحوا بينا كي نعاودوهم نحنا لوغ كو بون واحد لازم يعمل غنيته زاد هو ان مومون سي ان ريسك ا بروندغ على خاطر سي با ايفيدون باش يقبلوها العباد خاطر كيما قلت لك الغنيات جدد هي معمول بها حتى في الغرب مش كان في تونس راهو حكايه كوفر سي ان توندونس الفتره الاخرانيه الكلها وميدياتيزاسيون زاد كيما تعرف مع تغنيه باش تتعرف لازم تدور لازم تعدى في التلفزه لازم برشا حاجات اما انا ان توكا حبيت حاولت باش نعمل حاجه كيما قلت انت بروبر حتى في التنفيذ نتاعها سون ضيف خدمه برو معناها وان شاء الله تكون عجبت العباد هذاك شنو نحب انا لو كليب على شنو ركزت امل الشريف شنو حبيت لو كليب ركزت على قله الفلوس سورتو يعني نحب نقول عندها برشا فلوس قله الفلوس والا بوتيت عدم الفلوس نهديم نهديم فماش زيرو بيجي مي كومين سيتي اون بيل ايماج جوزيف خديت ريسك زاده في ليماج خاطر حاجه ذي مازالت ماهيش موجوده عندنا برشا ليماج سبونتاني معناها لا عندي لوميير لا عندي ماكيور لا عندي كوستومي لا عندي حتى شيء خديت الجو برو وصورت بلوز او موا اي بالحق بلا فلوس معناها العباد تعرف انا حبيت خاطر تعرف اليوم ديجيتال باش الاغنيه تدور لازمها ايماج دونك درت حاولت نعمل اغنيه مع رياليزاتور بون لقيتها الحكايه مكلفه برشا يا اخي قلت نرهن كرهبتي ونرهن روحي وكلوتي وكل هزيت الجو برو خاطر ريتها بارتو الحكايه هذيا حتى لبرا يعملوا فيها الحاجه هذي ياخذوا الجو برو ويصوروا روايحهم يا اخي انا فيك الاغنيه هي تحكي على البوزيتيف غدوه وآل بي يور هيرو معناتها نحب نقول اللي مازال فما غدوه فيه اسبوار واللي لازم واحد يكون كوميم اسي بوزيتيف وياخذ حتى لو كان قاعدين نترهنوا كلنا يا اخي انا شعملت صورت شويه صورت روحي في بلوزيور سيتواسيون بوزيتيف وصورت برشا بلايص في تونس زاده بك الكوتي سبونتاني فما عباد شافوها حاجه باهيه لو فيت لي انا مانيش ترو ماكيي ومانيش هكا ترو ليس ليماج حلوه الريسك هذا فما عباد ما لقاوش روحهم فيها الحكايه هذه معناها قالوا بلوتو يسون ابيتويل لك ليماج هذيك كلاسيك اللي مي كوميم واش تشوف اللي في السنوات الاخرى بعدنا شويه على اللي والله بعدنا اما بريسك ابار لي رابور اللي صاروا روحهم في الشارع يمشيوا بمصوره واحده ومن غير حتى افي جوسك لا لي كليب كلهم مستنسين بيان بيان في وايماج مزيانه وبسيناريو كل شيء في عوض ايكيب دو برود ولا ايكيب دو رياليزاسيون معك ايكيب دو ماكيور و كوفر انا جوست معايا هيدي اللي عمل معايا الموزيكا ودرنا في الشارع وفي البحر وصورنا مي كوميم انت راهو كنت تنجم تلقى راهو زاد سيتي وغراتويتمون راهو اون ايكيب كان حبيت والله الحق عفيف الحكايه مش صحيحه راهو ايكيب غراتويتمون فما ايكيب دو كوافور ودو ماكيور حتى نلقى المصورين باش نلقى لي كوافور انا حتى نلقى لي كوافور على خاطر برشا نعرفهم انا يمشيو مع لغه انا
موجوده توا اي جي في ليكسبيريونس مانيش مك العباد اللي اللي ما باش نقول لك انا خليك كمل خليك ليكسبيريونس وانا مانيش كيفك في دومين تمثيل انا جو سوي شانتوز اي سي با فري كو تو بو فير ان تروك بليش مش صحيح بليس زيرو دينار لي مينيموم 5000 وفما حاجه اخرى عفيف زيده معناها توا انت كي باش تعمل حاجه لازم زيد تكون مقتنعه بالايماج باش تخرج فيها اي معناها زيد بليش وانت تو ني با دون ليماج لا 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 شوف انا مون افي مون افي كنت تنجم تلقى اذا كان حبيت ولو انه وين جاي تغير الكونسيبت لا لي تي افرابي سور لي موفيز بورت والله لا على خاطر نعرف برشا افرابي سور لي بورت اللي يخدموا الكل لا يا اخي انا اكزامبل ما عندي درا قداش من سونتر بورتون ما نمشي لهمش راهو معناها اخر مره واحده اللي مشيت وانا باش نعمل ان باساج جيتي انفيتي في لاباس ومشيت قديت عندها هزت التليفون وبعد قالت لي فوزيت نوتر اوت تجي تعمل وقت اللي تحب لا انا ديما مانيش نحكي على المكياج والكوافير انا نحكي على التصوير واللوميير لا لا نحكي على الكلام اذا تنجم تلقى ما الاخر ما تلقاش والتصوير تتكلف علاش خاطر انا زاده حبيت كوميم ان كليب اسي assez moderne كل برا مش في استوديو في الشارع ويكون معناها اون موفمون نتحرك معناها مش كلي تصورني في بلان ناتور وكل شيء دونك معناها يفالي يابخوندر ان سبونسورينغ كبير اللي هي في الاخر باش تكون ليماج نتاعي تبعت وسو كو جو نفو با من الاول في الكارير نتاعي سينو حاجه ماهيش فريمون الفكره اللي انا نحب عليها ممكن انت. اكثر رياليزاتور باش يعمل جو اكثر مني انا معناها سي فري سا ديبون مي لازمك راه مينيموم زوز ثلاثه ملايين يا بنتي انت اخرتك تعرف شنو حاجات هذيك وحدك كليكي اخرتك شاده الكاميرا تصور في روحك والله بريسك باش توصل يا اخي هو الجوبرو سي سا حب الفكره نتاعك انت ليه اما ما نحبش نقول هي فكرتي انا اللي حبيت نوصل اما سي امبورتون انك انت تكون شايفه روحك في الفكره زاده مش كل فكره اما بالحق لو حكيت ليش انا بيرسونيلمون ما لقيتهاش معناها في اللي درتهم الكل اللي لقيته ديجا ما عادش عنده بيدجي على خاطر صور حاجات اخرين معناتها ممكن البيريود اللي جيت فيها انا جيت ماهيش يسي بوسيبل داكور سي كلير ان توكا ان شاء الله مبروك السينجل الجديد هذايا بالنسبه لامل الشريف باش نسمع بعد شويه يا روح الروح نافع هذه من الحانك كيف الحاني كلمات ياسين حمزاوي وتلحين وتوزيع محمد القريتلي باهي قبل ما نمشي لها لها هي نحب خاطر معاش عنا برشا وقت زيد سمعنا مقطع شرقي ما سمعتش صوتك اليوم في الشرقي وانا تعرفني نحب ياسر الشرقي نافع حاجه طربيه هكا حلوه نسمع ورده في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة في يوم وليلة ليلة ليلة دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفت ولا قابلت عمري ما شفت ولا قابلت ويا ما ما شغنتي وفي يوم لقيته لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوف نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني جوا وفتح ايديه لقينا رحنا على بحر شوق نزلنا نشرب ودبنا فيه ومن يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة 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 ميرسي القاعدة تقلق برشا بالنسبة للعود
ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. اون فافير لو تور دو تابل، سعدت باستضافتك نافع. دونك جست قول لي بو لا رونتري الموسم هذايا شنو عندك، فماش حاجه تحضر فيها؟ ان شاء الله هو عمل كبير قاعد نحضر فيه، وعنده مده توا اكثر من عام. عمل فرجوي غنائي مش يكون حاضر ان شاء الله يا ربي السنه، مش يكون فيه ممثلين، مش يكون فيه دانسور، مش يكون فيه عازفين، مش يكون فيه شنطره. ان شاء الله يكون حاضر للسنه هذه والموسم هذا، ويكون في المهرجانات الصيفيه والمهرجانات والتظاهرات الثقافيه داخل تونس وخارج تونس. راديو ميد، اون فاك دو بونور.